يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله دائما وأبدا لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين جعلنا بفضله مؤمنين وأمرنا أن نكون لنعمه شاكرين وعلى الضراء صابرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها المسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له ففي هذا الحديث الشريف يبين النبي صلى الله عليه وسلم شأن المؤمنين ومنزلتهم عند رب العالمين وما أعد لهم من عظيم الجزاء عندما يشكرونه في السراء ويصبرون على الضراء وليس ذلك لأحد سوى المؤمن الذي امتلأ قلبه يقينا بوجود خالقه وقدرته وحكمته فعلم إن ما أصابه من الخير فهو من الله عز وجل القائل وما بكم من نعمة فمن الله وآمن إن ما أصابه لم يكن ليخطئه وإنما أخطأه لم يكن ليصيبه فعاش طيب الخاطر مطمئن النفس يأنس برعاية الله وعنايته قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويحيا في الدنيا سعيدا ويدخله الجنة حميدا قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم يجد فيها الأجر الكريم والثواب العظيم قال رب العالمين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وكل ذلك من ثمرات الإيمان لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه فيقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا أي أكرمنا بثباته وزيادة ثمراته يا من حبب الله إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
فشكرتم خالقكم ورازقكم. إن المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له، فهو يشكر ربه عند الرخاء ويحمده على النعماء، مقتديا في ذلك بهدي الأنبياء. قال تعالى عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، ووصف سبحانه إبراهيم عليه السلام بإنه كان شاكر نعمه، وقال سليمان عليه السلام ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقال خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى خالقه سبحانه قائلا اللهم إنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، ونحن يا عباد الله نتقلب في نعم الله عز وجل، فحيثما توجهت أبصارنا رأينا فضل الله علينا عظيما. أفلا نكون من المؤمنين الشاكرين، استجابة لنداء رب العالمين في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. فمن شكر ربه عز وجل زاده من بره وفضله وتوالت عليه نعمه. قال سبحانه نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فبالشكر تحفظ النعم وتدوم البركات وتدفع المكروهات، ولن ينقطع المزيد من الله تعالى حتى ينقطع الشكر من المرء. قال عز وجل لأن شكرتم لأزيدنكم. هذا جزاء المؤمنين الشاكرين في الدنيا، وفي الآخرة لهم مقام كريم. قال سبحانه وسنجزي الشاكرين. أيها الشاكرون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمن وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. فالمؤمن قد يبتلى في ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. قال سبحانه لنبلون في أموالكم وأنفسكم. فمن حكمته أن يواجه المسلم الشدائد بالصبر ليفوز بعون الله عز وجل له في شدته وكشف كربته. قال سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين. وما يعين المؤمن على الصبر أن يوقن إن الله تعالى يحبه. قال سبحانه والله يحب الصابرين، وأنه عز وجل إنما ابتلاه ليختبره ويمتحن صبره ويرفع قدره ويزيد أجره. قال تبارك اسمه إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. فاللهم اجعلنا من المؤمنين الشاكرين الصابرين، وفقنا لطاعتك أجمعين وطاعة رسولك محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله رب العالمين. أيها المسلمون، إن المؤمن إذا تنعم في الدنيا بسعة الرزق والرخاء وكريم العطاء من رب الأرض والسماء وفقه سبحانه لشكره، زاده من فضله وخيره وعظم له أجره فكان خير له، وأن مسته الضراء فصبر على البلاء فاز بكريم الجزاء وأحبه من في السماء فكان خير له. فيدرك إن المحن تسفر عن المنح، وأن البلاء في الحقيقة عطاء، وذلك من الركائز الإيمانية التي تحقق للإنسان الاستقرار النفسي والتوازن بين الشكر والنعماء
والصبر على الضراء. هذا وصلوا وسلموا على خاتم النبيين والمرسلين كما أمرنا رب العالمين، فقال في كتابه المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم يا حليم يا كريم يا رب العرش العظيم، نسألك مواجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لكل من ساهم في إيجار مسجدك، ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا، أو وقف وقفا يعود بالخير على عبادك، أو تنفع به ذريته من بعدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.